كرمت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة الفائزين في النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي في حفل أقيم بقصر الثقافة. منذ الأول من مايو الجاري تنافست مدارس إمارة الشارقة في عروض النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، حيث التقت المواهب بالإبداع، وهي اليوم تأتي لحظة التكريم، حيث كرم سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، يرافقه الأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح في الدائرة ومدير المهرجان. كرم الفائزين بالمراكز الأولى والعروض المميزة المرشحة من قبل لجنة التحكيم. اللي يتميز في هذه السنة ومثل كل السنوات السابقة هو الإبداع والتجدد اللي احنا شفناه في طرح الافكار، طاقات شبابيه ان كانوا اطفال وان كانوا كبار، في طاقات متميزه جدا فعلا يستحقون كل الدعم والتقدير. معايير موجوده نفس المعايير اللي وضعتها اللجنه المنظمه لهذا المهرجان، مشينا على اساسها، العرض المتكامل او تمثيل، معايير يعني متفق عليها في اغلب المهرجانات. الفائزون تم تكريمهم بجوائز ضمن العديد من الفئات، من بينها جائزة أفضل تمثيل للطلاب ومثلها للطالبات، وجائزة أفضل تأليف مسرحي، وجائزة أفضل إخراج بجانب جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل. هي جائزة تعكس جهود موفقة لإثراء المسرح المدرسي، خصوصا أن هي تستهدف فئة الطلاب والطالبات، وبالتالي فهي تنمي فيهم جانبين، جانب فني حركي أداء عالي، وهذا ما لمسته من خلال مشاهدتي للعروض المسرحية. وفزنا في أفضل عرض مسرحي متكامل. قدمت لي هذه الجائزة الكثير من الأشياء، أولا أنه زادت ثقتنا بنفسنا، تعرفنا جديد عن المسرح المدرسي. مهرجان المسرح المدرسي نجح من خلال جميع نسخه في تتويج رحلة حافلة بالتجارب والإنجازات، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير على المشاركة فيه من قبل الطلبة، فهو فسحة رحبة للاحتفاء بمواهبهم ومهاراتهم في التأليف والتعبير والتمثيل والتفكير النقدي. النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي تقدم أعمال ومواهب ترتقي بالمسرح وتثري الذائقة الفنية، خاصة عند أجيال المستقبل. لأخبار الدار فايزة ضنحاني، الشارقة.